معلقات، وقد قيل لها معلقات لأنها مثل العقود النفيسة تعلق بالأثاث. ويقال أن هذه القصائد كانت تكتب بماء الذهب، وكانت تعلق على أسقف الكعبة قبل مجيء الإسلام. تعد هذه القصائد أروع ما قيل في الشعر العربي القديم أنفسه، لذلك اهتم الناس قديما بها ودونوها وكتبوا شروحا لها، وهي عادة ما تكتب بدقة الإطلال وتذكر الديار، محبوبة الشاعر وكانت سهلة الحفظ. ولم يصير الشعر العربي إلى ما وصل إليه في عصر معلقات غزل امرئ القيس وحماس والهري وفخر ابن كلثوم إلا بعد أن مر بمراحل وأدوار وإعداد وتكوين طويلة. فهي قصائد نفيسة ذات قيمة كبيرة بلغت الذروة في اللغة وفي الفكر والخيال وفي الموسيقى. يا شعراء العرب، يا فرسان الشعر، هلموا إلى خيمتي أنا المغربة، هلموا إلى خبي في بيبيان، تعالوا اسمعوا شعري. يا دار ميت من العلياء فسلم أقوى وطال عليها ثالث الأمد، تعالوا أنشدوا قصائدكم، دعونا نسمع الشعر من أفواهكم. السلام عليكم، ماذا تقول في شعري يا نابغة؟ أنا امرئ القيس، كيف نبكي من ذكرى حبيبة ومنزلي بسقط اللؤى بين ذكور محومي. برافو. إنه لقول حسن، حق له أن يكتب الماء الذهب يعلق على أسقف الكعبة. أنا طرفة لقول أطلال ببرقة ذهبي تنوح كباب الوجه في ظاهر اليد. أو تحسب نفسك أشعر مني يا طرفة؟ دع الشعر الأهل وتاجر بغيره. فاسمعوا قولي، أنا زهير بن أبي سلمى، أبي الأم يا أوفاد ابنة لم تكلمي بحمالة الدراج فالمتكلم. وهذا الشعر الجزيل الجميل، عجبا عجبا، من أين لك هذا الشعر؟ ولكن ما من أحد أجاد الشعر كما أجدته أنا، فاسمعوا مني، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا أنذرينا. أنا الوزير عنترة، أغتمس في وجهي العرض، أنا عنترة بن شداد، أنا الفارس الشجاع المغوار، فاصبعوا قولي، هل غادر الشعراء من متردد، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أنا الحارث بن هلستي، أنا أشعر العربي، فمهلا مهلا، تفضلوا واسمعوا شعري. آذنتنا ببينها أسماء، هم بثاء يمل منه الدواء. من كل هؤلاء الشعراء؟ ومن أين لكم هذه الأشعار الجميلة يا إخواني؟ فاسمعوا شعري، أنا الأعشى، ودع هريرة أن الركب متحد، فهل تطيق ولاعا أيها الرجل؟ أتحسب نفسك أشعر مني؟ أنا عبيد من أبرص، حسبكم، لابد لي أن أحزم الأمر بينكم، فاسمعوا قولي، أخبر من أهلي ملعوب، فالقطبيات بالذنوب. أنا لبيت ربيعتي، أنا أشعر العربي، أنا أشعر منك مهلا مهلا، فاسمعوا قولي، عفت الديار محلها فمقامها، منك لتأمل غولها فرجابها. يا أهل إنجاز الشعر كما كتبوه، فهذه الأشعار تناقصت لها النجوم في السماء وسجلها التاريخ، فشكرا لكم. But now all of us are getting ready to move up to school. It's a little scary, right?
communication skills and a positive attitude. One quality that leaders have is crystal clear goals. And to be at middle school and beyond, we need to say to ourselves, what is it? We really want to get out of middle school and then move towards that goal. Some of us might want to get good grades. Some of us might want to make new friends. Some of us might want to make the school a better place for everyone. Whatever that goal is, we first need to name it and then make a plan. Albert Einstein once said, if you want to live a happy life, try to a goal. I believe setting goals will not only make us better happy, it will also make us better leaders. Bravo! A leader is a team of people. Great leaders have three qualities: inner light, inner vision, and inner strength. If your action inspires others to dream more, learn more, do more, become more, you are a leader. Bravo! Great leaders are almost always great simplifiers who can cut through arguments, debates, and doubts to offer a solution everybody can understand. The task of the leader to go with people from where they are to where they have not been. Before you be a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Leadership is an attitude to transform vision into reality. Bravo! I made you, I know it, but still I ain't chasing all my dreams. I know that's happened, have it, and with these tools I will succeed. ولحدائق مدرستنا فروع مورقة فيها المعاني المتصلة الزهرة الفواحة ومسرحية إنت وأخواتك.
السلام، كيف الحال؟ هل تصدقون؟ كنا أنا وصديقي أمس في زيارة إلى بيت المسلمين، وجدنا هنا سيدة كبيرة تشكو من أبنائها، تركوها وعقوها ولم يهتموا بها، وقد كانت تعيش في أبهى عصورها، فهي ذات مكانة عالية ولها قيمة عظيمة، ولها أبناء كثر تركوها وعقوها ولم يهتموا بها، ومع أنها أم كريمة وعظيمة وفخر لكل أهلها. يا ترى من هذه الأم الحزينة التي تخلى عنها أبناؤها؟ سألناها عن اسمها، قالت: أنا اللغة العربية، أنا أم اللغات وأشرفها، كرمني ربي ورفع من شأني. قالت أيضا: أنا لغة القرآن ولغة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة كذلك. فعلا إنها أم كريمة وعظيمة وفخر لكل أهلها، لماذا تخلى عنها أبناؤها وأهملوها؟ ما فعلوه أكبر خطأ، لابد أن نصلح بينهم ونساعد الأمة في الوصول إلى أبنائها. نعم، هيا معا نبحث عن أبنائها. تعال، هناك مجموعة من الشباب، دعنا نسألهم. السلام عليكم. هاي. تتحدثون العربية؟ Yes of course. ولا شو شايف؟ ولكن أنكم لا تجدون اللغة العربية جيدا. أين هي أمكم اللغة العربية؟ أمنا كبرت ولا تواكب تطورات العصر، فهي قديمة ونحن نحب الرقي والتطور. وأنا لا أحب اللغة العربية لأن قواعدها صعبة جدا، إن أخواتها كان أخواتها وقواعد كثيرة. واللغات الأجنبية هي التي تواكب التطور والتقدم؟ لا والله أخطأتم. عن أي تطور تتحدثون؟ بل بتخليكم عن لغتكم تفقدون هويتكم وملككم وعزكم. وما المانع من تعلم اللغات الأجنبية؟ فإنها لغة العصر. لا مانع من تعلم اللغات الأجنبية، ولا ننكر أهميتها للتواصل مع من حولنا، ولكن لا يجوز أن نترك لغتنا وعلينا الاعتزاز بها. نعم صحيح، لا يجوز أن نترك بيتنا مهملا غير مرتب ونقوم بترتيب بيت الجيران. هذا ما يفعله البعض، يتبادل هو وأمه باللغة الأجنبية وهو لا يعرف لغته العربية. نعم، لقد وجدت من نفسي، لابد. أمي، نعتذر لك ونطلب العفو منك. أين هي الآن؟ أين هي أمكم؟ مهملة منسية، من يفعل ذلك بأمه؟ قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم، نحن أخطأنا ولا بد أن نصلح الخطأ، يجب أن نعتذر منها ونطلب السماح منها. أمي، نعتذر لك ونطلب العفو منك، لن نتركك بعد اليوم، نفتخر بك. أبنائي وبناتي، أهلي وأحبائي، أنا أحب كل أبنائي، ولا سعيدة بوجودكم معي، ولا محفوظة عند الله تعالى، وسعيدة بكل هذا الحب والتقدير، وأنا معكم سند لكم. نعم، لغة الضاد جمعت قلوبنا ووحدت حروفنا، أنت تاج فوق الرؤوس، لغة الإبداع والفن. دمتم بخير وسلام يا أهل العروبة والإسلام، أنا معكم وحروفي تجمعكم في كتاب الله. نحن نحب لغة القرآن، لكن يصعب علينا بعض قواعدها. نعم، لقد وجدت نفسي لابد أن أحافظ عليها، لكن أي صعوبة بتعلم قواعدها؟ نعم، يجد البعض منا صعوبة في تعلم قواعدها، ولكن إذا تعلمناها بطريقة مرحة ومسلية ومع معلم ماهر سنجدها سهلة وبسيطة.
نعم صحيح، فالتعلم عن طريق اللعب والمراحل يستغل طاقة الذهنية والحركية في آن واحد، وهذا ما سنراه الآن في التعلم إن وأخواتها. المنزل واختفى
متوقف ولماذا غضب المستطيل وترك المنزل؟ أخاف ما بعرفيه البرد. كم ولد لديك؟ أنا عندي 3 أبناء هم المعيد والمستطيل والمربع، وهم الذين خرجت بهم من هذه الدنيا، وقد أخذوا قواصي الثلاثة، وكل ابن له خواصه التي تميزه عن أخيه، ما عدا المربع ابن الأصغر هو الذي أخذ خواصنا جميعا، ونصيبه هكذا، كما أن أمه وصت عليه عند وفاتها. وقالت لي: يا متبادل الله، لا أوصيك بالمربع، إنه أصغر الأولاد، ونحن طول عمرنا أسرة متماسكة وسعيدة، من يحتاج لنا نكون جاهزون في الحال، ساعده في إيجاد حل تمارين الوسائل المهندسية باستخدام خواصنا التي تفرق فيها. أين هذا المستطيل صاحب المشاكل؟ إني سأطبق أضلاعه الأربعة اليوم، بل سوف أجعل زاويته الحادة زاوية قائمة، سوف أجعله مثلثاً بدلاً من كونه مستطيلاً، ليس هذا كل شيء، بل سوف أجعله مقعراً أو محدباً، ويتكلم مع نفسه من شدة الندم. ممكن تاتا لو سمحت تعرفنا بيه؟ أنا المعين بالمتوازي الأضلاع، أضلاعي الأربعة متطابقة. هل نفهم من ذلك أنك أخو المربع والمستطيل؟ نعم يا أخي. ممكن تخبرنا لماذا غاضب هكذا؟ يا أخي، نحن 3 إخوة نعيش في المنزل، نرعى أبانا العجوز متوازي الأضلاع، ولكل منا خواصه التي تمكنه من أكل عيشه، ولكن الشيطان دخل بيننا وجعل المستطيل يتمرد ويقول: لماذا المربع يتبرد بخواص عائلتنا جميعها وأنا خواصي قليلة؟ وأمس تلفظ المستطيل على المربع وخرج من المنزل، ومنذ ذلك الحين وأبان العجوز حالته النفسية سيئة وحزينة جدا. هل بعد كل ذلك لا تريدني أن أغضب؟ ليس هذا كل شيء، فاليوم أمس ذهب المربع من المنزل وقال أنه لن يعود إلا عندما يحضر أخي المستطيل معه. أمن الممكن أن نتعرف عليك؟ أنا شبه المنحل في ابن شكل الرباعي، الناس تعرفني بالضلعين المتقابلين المتوازيين. ما سبب وجودك هنا؟ متوازي الأضلاع هو أخي، فلما عرفنا بالذي حدث قررنا أن نبحث عن المستطيل ويقنعه أن يرجع لتوازي ويعود إلى منزله. وما حالك في هذه المشكلة؟ والله يا أخي، كل منا أن يأخذ نصيبه وخواصه في الدنيا، والمفروض ألا أحنا نتقاعد عن خواصه. مثلا أنا لم أعطني شعور غير من أخي متوازي الأضلاع، لو أن كل ضلعين متقابلين متوازيين، أما فعندي ضلعين فقط متواليين، كان ينتبه خواصه الثلاثة المشهور بهن، ومع ذلك أنا سعيد جدا لأن لي عمل خاص وجودي في حل المسألة. ممكن نتعرف عليك، ولماذا أنت منطق هذا الشخص هكذا؟ أنا المربع المدلل ابن متوازي الأضلاع، خاتم الأخ الأقل المستطيل زوايا القواعد، وخاتم الأخ الأوسط المعين الأضلاع والأربع متطابقة. الآن يجب أن نتحدث مع المستطيل ونعرف ما الذي حمله على فعل هذا. انظر يا أخي كيف أن خواصي قليلة بينما خواص المربع كثيرة، لأنه الابن المدلل، وليس فقط في هذا، وبينما كل شيء يطلبه يحصل حربه، فقررت أن لا أظل مستطيلا بعد اليوم، وأترك هذا العمل إلى الأبد. المعين شرف لأشياء المنحة. نسي زقفوله والله انقاذ. يا حبيبي
برافو. نحن عائلة متوازي الأضلاع، أبناء الشكل الرباعي من المضلعات. أشكالنا موجودة في أرجاء الكون، يعرفنا الصغير قبل الكبير. نحن أساس الهندسة، نخدم الجميع بخواصنا التي تميزنا عن غيرنا. نعاهد أنفسنا أن نبقى يدا واحدة دائما وأبدا. That without you, we would have become very different. As students and friends, we made many memories together, many good and some bad, most of which we can look back upon and laugh. We often clash over what some might call turmoil situations, and despite the fighting, we never hesitated to have each other's back. I am very lucky to have, I consider myself lucky to have met you all and to be part of the strong bond we have created. We have had some of the best teachers. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Your heart is slightly bigger than an average human heart, but that's because you're a teacher. Thank you, dear teacher. The best teachers who truly cared about us and taught us with passion. They gave us everything they had in hopes of all the great contributors to society. Fellow graduates, I have known you for a long time, but I know that each and every one of you has something special. You all are creative and smart in many different ways. So please promise me that you'll never doubt yourself. I'll the one thing. Don't ever in your doubt at yourself. Laugh at yourself, but don't doubt yourself. I'm counting on seeing you conquer life in your own fantastic way. So, and I'll know we'll keep in touch, inshallah. Whenever I thought of finishing the primary school year. While we know we will not be able to be with this life again, in the end, we will never forget the days spent here. I would like to thank everyone once again, and I am promising that each and every one of you, I am promising that we will always display the epic skill and proficiency they have learned here in every future act of yours. Thank you and all the best to everyone.
صديقتنا وجدنا زهراتنا الفواحة بعد أن قفنا فيها سويا فرأينا ما يعجب العين ويثلج الصدر ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق الذي جمع شملنا في حملنا وها هو وقت الوداع حال وزمن البيت آل وإلى لقاء قريب وعلى أفراحنا الجميع وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نختتم حملنا وهذه التم كما قلنا بالصف الخامس Thank you.
Yeah.